أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد مع الحدث، والذي نعود فيه اليوم إلى أهم الأرقام والمؤشرات المالية التي قدمها محافظ بنك الجزائر، والتي تخص بالضرورة إسقاطات على الواقع الاقتصادي في البلاد وكذلك آفاقه ومستقبله. إذن الكثير من الأرقام التي تخص احتياطيات الصرف وكذلك الميزان التجاري، الصادرات والواردات، وأرقام تحتاج إلى قراءات وإسقاطات على مستقبل الاقتصاد الجزائري. أسئلة كثيرة تخص هذه الأرقام والمؤشرات سأعرضها على الوزير السابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد القادر سماري الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك سيد الوزير. أهلا وسهلا، تحية طيبة سي رضوان، أملنا أن نؤدي الواجب في هذا الوقت وهذه التحولات الكبرى التي تعرفها الوطن. الانتقال من سنة 2021 إلى سنة 2000. نعم. ربما سيد سماري نحتاج ربما كقراءة عامة لهذه الأرقام، هل يمكن الحكم بأن هذه المؤشرات المالية في الجزائر تتجه نحو نوع من الإيجابية لو ننظر إلى الأرقام بصفة عامة، احتياطي الصرف والميزان التجاري؟ هل هذه أرقام ربما أنت تقرأها بشيء من الإيجابية أم لك رأي آخر؟ شكرا. هو الأرقام يعني في كثير الأحيان يعني تتطلب قراءات وتتطلب إسقاطات، ومن خلال الأرقام نتكلم عن المستقبل. أنا أن الأرقام التي نتكلم عنها الآن التي تقدم بها محافظ البنك المركزي أنا لم أستمع له، ولكن طالعتها من خلال المراسلات من خلال مختلف وسائل الإعلام. نعم. إذن هذا الأرقام أولا جاءت في ظرف غير عادي، نعم. بالتالي لا يمكن أن نحكم عليها في الظرف العادي، لا يمكن أن نحكم عليها في بناء استراتيجية كبرى إذا انظرنا إلى سنة 2020 كيف ستكون، ولكن يعني هناك بعض الراحة. كثير من الناس كانوا يراهنون أن احتياط الصرف يعني ينتهي مع سنة 2021. الحمد لله احتياطي الصرف يعني رغم أنه مسا ولكن لم يمس كثيرا، هو الآن 44 مليار دولار. طبعا في هذا الظرف لأنه الواردات قلصت كثيرا، الواردات قلصت لعدة أسباب. السبب الأول أن الكوفيد حال دون يعني التبادلات التجارية في العالم لعفوها أنها تقلصت إلى أكثر من 30%. أيضا الممارسة والعملية التجارية ذاتها تقلصت إلى 13%. وبالتالي يعني بالإضافة إلى أن كثير من المؤسسات في ظرف قبل الحديث سيد سماري، قبل الحديث عن المؤسسات، أنت كنت تحدثت عن صندوق الذي يخص احتياطات الصرف 44 مليار دولار حتى شهر سبتمبر مقابل 62 مليار في فبراير 2020، وقبلها في أفريل 2019 72.6 مليار دولار. هل يصح أن نقول أنه في حالة استقرار في تراجعه؟ أنت تحدثت عن تخمينات كانت قد قالت بأن 2022 و2023 سنكون أمام صفر دولار في هذا الصندوق الذي يخص احتياطيات الصرف. هل لو فككنا هذه الأرقام يعني 2021 44 مليار دولار، والسنة التي قبلها 62 مليار دولار، والتي قبلها كذلك 72 مليار دولار، يعني 10 مليارات ثم 10، هل هذا هو المقياس الذي سنحافظ عليه في تقديرك في السنوات المقبلة؟ أنا لا أظن أننا سنحافظ عليه إذا كان رجعت العملية الإنتاجية، وإذا كان رجعت العملية التجارية، وإذا رجعنا إلى ما كنا عليه قبل كوفيد. لأنه كثير من المؤسسات الآن أستطيع أن أقول أنها مشغولة بكثير من المؤسسات الكبرى التي تتطلب استيراد مواد أولية، ولكن أيضا يمكن أن نحافظ عليها إذا نظرنا نظرة أخرى. أن الآن الإنتاج الوطني من الاستهلاك في المواد الفلاحية والمواد الزراعية
يعني راه الان في مستوى عالي جدا ولا جدا، رغم ان يعني الان يعني زادت الاسعار، رغم زياده الاسعار ولكن المنتوج موجود. غير اني الشيء الذي الاحظه في الوثيقه التي وصلتني انهم يتكلمون عن الصادرات بمبلغ يعني 26 مليار. نعم سيد سماري، سنعود رجاء، سنعود، لا ساعود في محور اخر حول الصادرات وغير ذلك وحتى الميزان التجاري. نبقى فقط في نقطه ما تعلق باحتياطيات الصرف، انت بنيتها تقريبا على كورونا، اليس ربما من المنطقي ان نبنيها حول اسعار البترول حتى وان كانت هي الاخرى متاثره بكورونا؟ يعني احتياطي الصرف تقريبا العمله الصعبه نجنيها فقط من مداخيل البترول، هل سنبقى فقط على هذا الرقم؟ يعني سيرفون، انا قلت لك احتياطي صرف الذي تدحرج في السنوات الاخيره 72 ثم 62 ثم 44 ربما كانوا ينتج. انا قلت لك كثير من الناس كانوا يراهنون انه سنه 21 او 22 سيكون احتياطي صرف صفر، ولكن حدث العكس. لذلك لان عدنا احتياطي صرف 44. نعم، ربما كذلك الأستاذ سماري، وأنت كنت وزيرا سابقا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك رئيس النادي الاقتصادي، هناك نقطة أخرى مهمة هي مسألة العجز في الميزان التجاري. هل نعتبر هذا الرقم الذي قدم، هناك نوع من التفاؤل حول الميزان التجاري وتراجعه، هل نذهب بالأمور بواقعيتها أن الأمر يتعلق بارتفاع الصادرات من المحروقات وبالتالي قيمتها يعني نتيجة ارتفاع سعر البترول؟ الميزان التجاري هذه المرة رابح لأن أسعار البترول كانت جيدة. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالوزير السابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد القادر السماري، وكنا نتحدث عن احتياطيات الصرف خارج الذهب التي بلغت 44.72 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021. ويقول محافظ بنك الجزائر أن ذلك كان بسبب التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري. عاد معنا عبد القادر السماري الوزير السابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والرئيس السابق للنادي الاقتصادي، أنت معنا دائما. نعم أهلا. أنا لو سمعت في رضوان، أنا قلت أسباب احتياطي صرف هذا المبلغ اللي كان من المنتظر أن يكون أقل من هذا بكثير. هناك ثلاث أسباب. السبب الأول هو أنه هناك قرار الحكومة إلى تقليص فاتورة الافتراض. نعم. وقلصت كثير خاصة من المواد الكمالية. ثانيا السبب الثاني وهو كوفيد. نحن نعرف نعلم أن مرحلة كوفيد اللي هي 2020 و2021 تأثرت المبادلات التجارية كثيرا. السبب الثالث وهو أن كثير من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية الناتجة التي تتطلب استيراد مواد أولية هي الآن يعني في ليست بقدرتها الإنتاجية الكاملة. غير أن 44 مليار دولار لو أننا نحسن توظيفها، لو أننا نحسن استغلالها، لو أننا نحسن يعني العمل بها قد تصبح قيمة كبيرة. نحن بعض الدول التي عندها احتياط أقل من هذا واستطاعت أن ترتقي كثيرا. مع العلم باللي احتياطي الصرف الذي جاء في تقرير محافظ البنك المركزي يتكلم على 44 مليار دولار خارج الذهب. نعم. يعني الكتلة الذهب الموجودة عندنا يعني ليست محسوبة في هذا الاحتياط. نعم. طيب سماري، دائما الوزير السابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نعود إلى مسألة العجز في الميزان التجاري الذي تراجع على ما يبدو، هل نعتبره أمرا محفزا أم فلنقل الواقع ونعالجه بواقعية؟ يعني تراجع العجز مرده لارتفاع قيمة الصادرات بشكل أدق نتيجة ارتفاع أسعار البترول، يعني هذه تقريبا السداسي الثاني من 2021 كان جيدا من ناحية أسعار البترول. يعني تراجع عجز الميزان التجاري هل سيستمر أم أنه سيبقى معلق على الأرقام التي سيدخل بها النفط في 2022؟
العجز التجاري السنة الماضية كان 10.5 مليار دولار. نعم. هذه السنة تناقص إلى نسبة كبيرة جداً إلى 1.57 مليار دولار. نعم. وهذا يعني له أسباب هو الكثيرة جداً. أولاً نقص فاتورة الواردات، ولكن أيضاً المنتوج الوطني من الفلاحة، يعني كثير من الاستهلاك الغذائي من المواد الغذائية الآن هي منتوج وطني، وبالتالي يمكن جدا ان نذهب الى يعني عجز اقل اذا استطعنا ان نوظف جميع قدراتنا الانتاجيه، واذا استطعنا ايضا ان نبحث عن اسواق. لا تزال افريقيا يعني بعيده عنا، لا يزال التبادل التجاري بين الجزائر والدول الافريقيه كثير من المنتجات الوطنيه ضعيفة. طيب سيد عبد القادر سماري، على ذكر التبادل، هل تعتقد أن هذه المؤشرات سوف تكون محفزا للمضي أكثر في إجراءات ضبط الاستيراد ما دمنا نربح مثلا حتى 10 ملايين دولار هكذا نتيجة خفض فاتورة الاستيراد؟ هل سنواصل إلى تقريبا كم سنة في هذه المسألة، مسألة الضبط أكثر وتخفيض فاتورة الاستيراد، علما أنه بدأ البعض يشتكي نوعا ما حتى ممن يعتقد بأن المواد الأولية بدأت تمس بهذه القائمة أو يخشى من ذلك؟ نعم، وشوف هو قضية الاستيراد والاستيراد والتصدير هي مرتبطة بمدى موافقة الدولة للمنتجين والمصدرين، يعني يحتاج مرافقة كبيرة جدا، يحتاج أنك تتعامل مع الأسواق اللي راهي مفتوحة الآن وفيها تنافس كبير، خاصة تكلمت على الدول الإفريقية مع الدول العربية أيضا عندنا الآن منتجات كثيرة جدا. في قضية الاستيراد أيضا يعني تحتاج إلى أننا نتوقف وقفة ونشوف ما هي المواد الأساسية التي تتطلب منا أننا نستوردها أو لا نستوردها. بالمناسبة الاستيراد ليس عيبا كله، الاستيراد يكون عيبا إذا كانت تستورد منتوجات كمالية، إذا كانت تستورد منتوجات اللي أنت عندك ربما اللي نبتها اللي هنا في الجزائر، وإحنا شفنا بعض المنتوجات اللي تستورد ربما حتى يعني سعر الجمارك عليها والضرائب عليها ربما أكبر مما نستورده من المواد الأولية، وهذا يتطلب منها مرافقة المستوردين ومرافقة المصدرين. مرافقة المستوردين الذين يعني يستوردوا المواد الأولية لإيجاد قيمة مضافة طيب، إضافة إلى كل هذه المؤشرات، لكن في المقابل هناك خشية من أن يفقد الدينار الكثير من قيمته، هناك تدهور مثلا الدينار أمام الدولار ب 6.2%، وخشية من فقدان المزيد من القيمة، بمعنى ما تجنيه أنت كأرقام هنا من احتياطي صرف وغير ذلك وتخفض الفاتورة قد تفقده في الخارج لأن قيمة الدينار تتراجع، وهذه أرقام رسمية 6.2% يعني قيمة الدينار مقابل الدولار تراجع، وهذا الذي لم نجده في تقرير محافظ البنك حسب ما وصلني من وثائق انه لم يتكلم عن تراجع الدينار والتراجع، وهل هو مؤهل الى ان يتراجع اكثر، لان قضيه الدينار قيمه الدينار هي حسب المنتوج الوطني وحسب قيمه العمل والقيمه المضافه التي يقدمها العامل الوطني، هذا اللي قادر يؤدي مع الانخفاضات الكبرى للدينار وعدم وجود انتاج المنتجات الاخرى المختلفه الصناعيه والخدماتيه وغيرها قد يؤدي الى نسب تضخم كبيره جدا، وهذا الذي يمس جيب المواطن ويمس سلبيا قدره استهلاك المواطن. طيب، هناك كان هناك مسعى معلن هو لرفع قيمة الصادرات خارج المحلوقات إلى 5 مليارات دولار حتى نهاية السنة الجارية، لكن يبدو أن هذا الرقم لم نصله يعني بشكل واضح، هل سنحافظ على نفس هذا السعي في السنة المقبلة، يعني رفع الصادرات خارج المحلوقات إلى 5 مليارات دولار، هل سيبقى واقعيا في 2022؟ شوف الوثيقة التي وصلتني يتكلموا على صادرات وصلت إلى 26 مليار دولار، وهذا غير صحيح، هي الآن في ما يقارب أو تزيد شوية على 2 مليار دولار خارج المحروقات بعدما كانت 1.5 مليار دولار السنة الماضية
2020. الآن إذا تكلمنا عن الصادرات خارج المحروقات سواء فيما يتعلق بالسلع أو بما يتعلق بالخدمات، يجب أن تكون عندنا سياسة خاصة فيما يتعلق في اللامادي، الاستثمار اللامادي في البرمجيات. عندنا شباب كثر يجب أن نسهل لهم عملية العمل مع الشركات الكبرى. عندنا شباب الآن يشتغلون في مجالات الرقمنة وفي مجالات البرمجيات، وهذه يمكن أن تكون طريق للصادرات ولكسب الصعبة. الأمر الثاني أشرت قبل قليل وهو فتح الأسواق، مرافقة الدولة للمنتجين في جميع المواد، نتكلم على الإسمنت، نتكلم على الرخام وكيفية استغلال المنازل للرخام اللي عندنا ومرافقهم، نتكلم على المنتوجات الفلاحية، إذا تكلمنا على المنتوج البيولوجي البيو الطبيعي قادر أيضا الدولة ترافق المستثمرين، ولكن هذا لا يتأتى إلا إذا وجدنا يعني سلسلة إمداد. أنت تعرف أن القضية الصادرات تتعلق بسلسلة الإنتاج ثم سلسلة التسويق وسلسلة التوزيع. لا يكفي أنك توزع داخليا ومحليا، بل يجب أن تكون عندك سلسلة توزيع على مستوى العالمي، بل أبعد من ذلك لازم نوصل إلى التعامل بالمثل. قال عندي أنا لما نجيب من الصين أو من أي دولة أخرى أي منتوج يمكن أن تكون هناك مقايضة، ليس المقايضة على الطريقة القديمة ولكن المقايضة على طريقة جديدة. قال أنت أنا نأتي من عندك بكذا مواد ولكن أنا عندي فائض في مواد معينة، وخاصة أنه عندنا كثير من المواد التي ترمى، الطماطم في وقتها والمشماش في وقته وغيرها من أيضا. يجب أن تكون سياسة واضحة في قضية الصناعات التحويلية. إحنا كم؟ إحنا عندنا 44 مليون، 44 مليون ساكن، المنتوج قد يكون أكثر مما نحتاجه، وبالتالي هذه العملية تتطلب. شكرا لك. شكرا لك الوزير السابق للمؤسسات الصغيرة ورئيس النادي الاقتصادي سابقا عبد القادر سماري، شكرا لك لكل هذه القراءات في الأرقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر والتي خصت احتياطي الصرف والميزان التجاري والصادرات والواردات والكثير من الأرقام التي سوف تبقى مربوطة بالواقع الاقتصادي في الجزائر. شكرا لك سيد الوزير السابق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد القادر سماري، وشكرا كذلك لكل من شاهدنا. إلى أن نلتقي، أطيب المنى وفي أمان الله.